meningkat. Acara Qori anu terakhir, penutup yang fa insya Allah Qori ini tingkat internasional, yang mana telah menjuarai pertama 2008 kalau enggak salah. Mungkin di kalangan para Qori sudah tidak asing lagi namanya, bahkan di pasaran pun banyak lagam dan lagu-lagu yang telah beliau sampaikan. Untuk Qori yang terakhir, yakni baris disanggakan ku Kiai Haji Fatullah, Qori internasional yang dari Serang, Kubang Apuh. Sekali lagi Qori yang terakhir yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Fatullah yang dari Serang, Kubang Apuh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لنفسه وإلى الله
وَمَا Allah أنزل من
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور بسم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ صُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس قد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما Yeah.
وما تشاء وبركاته.